من الحارس خضيرية. قلت المقابلات تجري في ظروف مناخية نوعا ما صعبة، باردة وماطرة، الشبيبة باللون نتاعها العادي والتقليدي زي الأصفر الكناري كما يلقب بالنسبة للبدلاء أو الجالسون على كرسي الاحتياط. بالنسبة لشبيبة القبائل لدينا عمارة بن شريف، عواج، ماروسي، مهدي، فرقان وزابيا يدرب التشكيلة القبائلية. كما هو معلوم السيد آيت جولي عزدين وسبق له وأن أشرف على العارضة الفنية لوفاق. بالنسبة لدكة احتياط وفاق سليف لدينا بالهاني غورمي، اليوم نوجد في مع البدلاء مادوني العقبي، بشار لقرع والعمري، يبقى دائما على رأس العارضة الفنية مضوي خير الدين ابن الوفاق وخريج مدرسة الوفاق، وها هو يشرف على العارضة الفنية للوفاق مع المخالفة مع الكرة الثابتة الأولى ولمصلحة الشبيبة مقوسة كما ينبغي. وقاروي من هناك كمدافع يحول هذه الكرة بعيدا من هناك، تبقى الكرة ليسلي كمال. محاولات من جانب الشبيبة خاصة على الناحية اليسرى، قلت الجمهور اليوم ما يحضرش بقوة كما عودنا عليه في اللقاءات السابقة، ربما راجع للأمطار كمال التي تساقطت منذ أول أمس على مدينة سطيف بل على الشرق الجزائري ككل، وهذا فاء الخير والغيث أينما وقع نفع إن شاء الله. هذا جانب طبعا الجمهور في المدارج اللي كانت المدارج المكشوفة هذه دائما مملوءة عن آخرها. يدير هذا اللقاء السيد بشاري محمد أمبراطور اليوم باللباس الأسود، وليس هنالك أحلى وأجمل من الزي البذلة السوداء عندما يرتديها الحكم على خلاف الألوان الأخرى. بهذا الزي نسميه الأمبراطور بشاري محمد الحكم الدولي منذ سنة 2007 يساعده في هذه المهمة في تسيير أو في إدارة هذا اللقاء السيد غورالي مقران، المساعد الثاني بوروبا عمار، والحكم الرابع هو السيد ميساجر. معنا أيضا الزميل ياسين بوخناف هناك على خط التماس طبعا من حين الآخر، سيفيدنا ببعض المعلومات. وممتازة من هناك من الشبيبة ويبوسي القناص، ينتظر 9 أهداف كمال لإيبوسي. فعلا هو هداف فريق شبيبة بجاية هو اللاعب إيبوسي 9 أهداف، وفي الجهة المقابلة يبقى اللاعب غورمي هداف وفاق سطيف ب5 أهداف. قاروي يقوم بمساعدة الخط الخلفي، طبعا نذكر بالغيابات في تشكيل في وفاق سطيف، هذا السيد عزدين أي جودي آخر موسم له مع وفاق سطيف كان موسم 2008-2009. قلت الغيابات في صفوف الوفاق، بن عبد الرحمن، جانيت ملولي، والحارس غول. تصويبة تسديدة من الإيبوسي هذا الذي تشاهدون عملاق ويتسم بالضربات القوية، هيا لعادة مرة أخرى كيف يهيئ، وباليمنى قنبلة تجانب المرمى، مرمى الوفاق والحارس خضيرية، 0-0. جس النبض في البداية ويبدو من الوهلة الأولى كمال أن الشبيبة رامية بكل ثقلها في الهجوم. فعلا يعني منذ البداية يعني شبيبة القبائل تسعى يعني للعب ورقة الهجوم، وعلى شفناه منذ البداية يعني فيه تركيز في وسط الميدان، وبعدين الانطلاقه من اللاعبين تاع الوسط ناحيه الهجوم والمسانده من اللاعبين الخلفيين حتى المدافعين. يعني حتى البدايه لحد الان يعني تبين باللي فريق شبيبه القبائل يسعى باش يحقق نتيجه ايجابيه في اللقاء هذا تاع اليوم. لقاء نقاط من ذهب كما اسلفنا مع قاروي من هناك لبلعميري، بلعميري اللاعب الذي تالق اللاعب المغترب،
واحد من العناصر الممتازة اللي انتقاها يوفا قسطنطين خلال هذا الموسم. لم يلعب كأساسي في البداية وأبلى البلاء الحسن في المقابلات اللي لعبها، تغطية من الدفاع مباشرة، قروي الأخذ والرد في وسط الميدان، معركة تكتيكية كبيرة، حوار تكتيكي شيق بين المدربين، بين عز الدين يجودي وبين ماضي خير الدين. نتمنى أن الإصابة تكون خفيفة مع برودة الطقس. شوف الإعادة والتدخل، تدخل قوي ريال، وأمامكم السيد بشري، الابتسامة تعلو محياه دائما. هذا دكة احتياط يوفا قسطنطين مع بورتقس. شكرا لزميلنا المخرج عزيز شلاح. كل كبيرة وصغيرة مع من؟ مع دمو. دمو من هناك لليسار، بكرية، دمو طويلة بعيدا إلى الأمام من هناك، وتدخل ثم زيتي، قروي لمسة واحدة للكرة و طويل حريف. اليوم يتم تطبيق طبعا الإجراءات الجديدة طبعا الرابطة الوطنية، هو السماح ل قال كرة دائما لسحب الزي الاصفر، وانتشار جيد لحد الان فوق ارضية الميدان، التنويع من اليمين لليسار والبحث عن الحلول المناسبة الى بن شريفة. بن شريفة الناحية اليسرى، الجودي والارشادات متواصلة للاعبيه. هذا الذي تشاهدون هو عبود سمير، أول كأساسي اليوم عبود سمير من مواليد 93. يعني كم هو جميل إقحام الشبان كمال، فعلا هو شاب يعني واعد يعني من سيف الامال، وهذه تعتبر اول مقابله رسميه يلعب يشارك فيها اللاعب عبود. نتمنى ان شاء الله انه يوفق، وهذه يعني ميزه مليحه انه كل مره يعني نشاهدوا يعني لاعبين الشبان يعني تتاح لهم الفرصه باش يشاركوا مع الفرق نتاعهم، وهذا يعني يخلق جو اكثر تنافسي ويمد امل للاعبين الشبان هادو انهم يطمحوا باش يشاركوا مع الفرق الاساسيه. شوف عبود وامكانياته مرفوعه صوب راسيه، اي بوسي بن شريفة يراقب الكرة نتاعو ناحية القائم الثاني وفي قلب الشباك، الإصابة الأولى العاشرة لإيبوسي، وعلى الطريقة الإفريقية الرقصة طبعا تتمكن شبيبة القبائل وفرحة كل هؤلاء الذين تنقلوا إلى سطيف لمساعدة فريق شبيبة القبائل الذي قلت منذ البداية طبعا رمى بكل ثقله في الهجوم. هيا لعادة وإيبوسي في القائم الثاني، شوف موجود في المكان المناسب بعد هذا العمل الرائع والممتاز من بن شريفة. إيبوسي لم يجد أي صعوبة لوضع الكرة، هيا بالرجل اليسرى وبباطن القدم خذيرية طبعا لم يتمكن من الكرة، وإيبوسي كسم قاتل يتمكن من وضع الكرة
في قلب شباك وفاق الطيف. اذا اصابه دونارت تعليق كان الهدف فعلا كمان. يعني الاصابه لو شفنا يعني نرجع للوراء نشوفوا تقدم اللاعبين تاع تموقع اللاعبين تاع شبيبه القبائل. يعني حتى التمريره كانت من عند بن شريفه يعني كان حوالي يبعد 30 متر على المرمى، وبالتالي هذا يبين يعني للاعبين وحتى اللاعبين تاع شبيبه القبائل كانوا تقريبا ثلاث لاعبين موجودين في منطقه العمليات. هذا يبين الانتهاج اللي قام به شبيبه القبائل منذ البدايه يعني اللعب الهجومي. وشفنا ايبوسي يعني كان خالي من الرقابه خاصه من اللاعب العروسي اللي كان اقرب اليه وارتكب الخطا في المراقبه. ايبوسي يعني معروف انه قناص قدام لما تخطي امامه فعلا ما يتسامحش ويعرف يدفع الثمن فعلا، وهذا اللي خلاه يعني يسجل الهدف بكل سهوله. وحتى خضيريه يعني ما عندوش مسؤوليه كبيره في الهدف هذا مقارنه ب وتبقى الشبيبه دائما في الهجوم وكل الكرات صوب ايبوسي، كل الكرات تقريبا صوب هذا العملاق. بنية مورفولوجية هائلة، إمكانيات بدنية وفنية لا بأس بها لدى هذا اللاعب. الانطلاقة من الناحية اليسرى طويلة وإلى الأمام ناحية بالعميري كما جاءت وممتازة، يعني ممتازة من بالعميري. هذا الذي تشاهدون واحد من الشبان الواعدين في صفوف وفاق سطيف يستفيد من الركنيه للوفاق بالعميري في التنفيذ باليمنى وناحيه نقطه الجزاء مره اخرى الى ضربه الزاويه مع ريال والتجربه الكبيره في المحور. قاروي ومازري يتمكن من انقاذ الموقف، ترجع لي قاروي دائما. امير بالعمير يطلب الكره والى خارج ارضيه الميدان. هنا كان يحاول وفاق سطيف الرد خاصه بعد تلقي هذا الهدف. مازري هنا بصعوبه للاشاره الحارس الاساسي عسله معاقب ويغيب عن الشبيبه. مكاوي المصاب، هذا قاروي امير امامنا. حتى يعني التدخل هذا تاع الحارس مازاري راح يساعده في ما تبقى من المقابلة، يدخل في المقابلة يعني فعلا يعني تعطيه اكثر ثقة واكثر تركيز للكرات هذه لما يوقفها حارس مرمى في بداية المقابلة. مازاري بعيدا الى الامام، كل الكرات صوب ايبوسي وتمس زيتي يرجع للمكان تاعه. كمال فعلا زيتي اصبح يعني يرجع للمكان على الاطراف الاساسي تاعو، يعني ظهير ايمن ويساند في الهجوم، لان المقابله اللي فاتت يعني لعب كمحور دفاع، وهذا في ظل غياب اللاعبين اللي لعبوا في المنصب هذا من جانب وفاق سطيف اللي كانوا مصابين ولا معاقبين. زراره ولم يتمكن من التمرير الجيد، وبالتالي 55 لمازال نبيل من مواليد 84. زرارة آخر من قام باللقطة، تمريرة خاطئة. شوف حتى الحارس كل الكرات صوب يبوس فعلا، لأنه يعني استراتيجية يعني الحارس كمهاجم أول وكمدافع أخير كما يقولوها، كل حتى مازري كل الكرات صوب ايبوسي، لانه ايبوسي يتمتع بامكانيات بدنيه قويه وفي الصراعات الهوائيه يعني يتفوق، وبالتالي يعني الاستراتيجيه الهجوميه تاع شبيبه القبائل خاصه في الكرات الطويله والعاليه كلها تعتمد على اللاعب ايبوسي اللي يتمكن بسهوله انه يتفوق على المدافعين، وبالتالي يلعب مع المهاجمين اللي يجوا من الخلف امثال اسلي ورياح وحتى اللاعب عبود، هما يعني اللي يعملوا معاه الكره القصيره وبعدين تنطلق الهجمه السريعه المعاكسه اللي تكون خاصه على الاطراف، وبعدين ايبوسي يتنقل صوب المرمى لعمليه الاستقبال والارتقاء ويلعب خاصه على الكرات الطويله. كمال طيب من يربح الصراعات الثنائيه
يربح هذا اللقاء من دون شك. فعلا خاصة في اللقاءات هذه اللي تعتبر يعني ديربيات، هذه الصراعات الثنائية جد مهمة لأنها تخلي اللاعب مركز ويعيش المقابلة ويدخل بشكل إيجابي في المقابلة. أما اللاعب ولا الفريق اللي تكون الصراعات الثنائية تاعه يخسرها ويضيعها في من بداية، المقابلة تصعب عليه ويلقى يعني صعوبة كبيرة باش يعاود يرجع في اللقاء. ومنذ الوهلة الأولى شاهدنا فريق شبيبة القبائل يناور أكثر على الأطراف، على الجانبين، على الرواقين الأيسر والأيمن، الشيء اللي كان جاب النتيجة نتاعو. فعلا لأنه شبيبة القبائل عندهم يعني مدافعين يعني الشريفة ورماش، الشريفة ورماش يلعبوا اللعب الهجومي ويساندوا الهجمات، خاصة لما شفنا الهدف الأول من عن طريق بن شريفة اللي كان حوالي تقريبا 30 متر على المرمى وتمكن باش يرفع كرة يعني مليمترية للمهاجم. حتى اللعب نشوفوا اللعب صدقاوي يعني من جانب وفاق شبيبة القبائل، يعني اللعب الوحيد اللي ما قعدش يطلع كثير يعني الهجوم من بين اللاعبين تاع وسط الميدان، هو دائما يحاول يعمل تغطية على الأطراف خاصة لما يصعد رماش وبن شريفة، دائما اللاعب صدقاوي يكون قريب ويحاول انه يغطي هذيك المساحات اللي يتركوها اللاعبين هذو لما يصعدوا للامام. ايبوسي ثم الشاب ايبود والامكانيات الكبيره، هل سيتمكن من المرور امام دمه والى خارج، بل تبقى لمصلحه فاق سطيف. الزراره ثم دمه، تغيير من هناك الى بوكريا من اليسار، البحث عن رفيق، عدم التحكم الجيد في المساحات، بعد الرفيق عن حامل الكرة. هذه الكرة يعني ضياع اللاعب العروسي، خلي الكرة تضيع بطبيعة الحال. فعلا كان يحوس يبحث عن لاعب بوكريا. الجديد في 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 وفاق سطيف المقابلة هذه أن نشوفه ما عندهمش يعني مهاجم أيسر، لاعب بوكريا هو اللي قاعد يلعب في الرواق الأيسر ككل، ونشوفه وفاق سطيف يلعب مهاجمين أمام المرمى، اللاعب ناجي واللاعب تيايبا، هما قراوي والناجي اللي يحاول استعمال مهاجمين اثنين على منطقة العمليات، يعني يناور مهاجمين اثنين وبالعميري على الجهة اليمنى، عكس الشبيبة اللي تلعب مهاجم صريح هو إيبوسي. وفيه المهاجمين اللي يجيو من بعيد هما عيبود وبزيون. إلى جانب العمل الذي يقوم به الشاب عيبود سمير، فعلا الآن عيبود راح نشوفه الآن راح الرجوع تاعه مقارنة بصعود اللاعب زيتي، يتموقع يعني في المكان المناسب. فعلا لأنه يلعب مع زيتي ويحاول أنه يغلق عليه كل المنافذ ويكون قريب منه. تيايبا لم يتمكن، وشوف عيبود الانطلاقة من عيبود ليبوسي، كانت النية طيبة والتغطية الجيدة من قروي، من العروسي يحمل رقم 4، زيتي تمعس في الرحل، كرة تمشي بالأرض، بكرية عودة للوراء في الرحل، العروسي من جديد الاستنجاد بخديرية، العروسي في الرحل، شوف بريسينغ فيه ضغط على حامل الكرة حتى في منطقة الوفاق. دمو وزرارة، زرارة وتدخل عيبود، شبيبة تناور أكثر على الأطراف، فيها تلاوينا وقاروي يبحث عن رفيق، بالعميري لم يتمكن أمام النشيط والممتاز بن شريفة، انطلق كسام كان وراء التسجيل الإصابة الأولى طبعا تمريرة مليمترية صوب رأسي، هذا بن شريفة أساسي في صفوف شبيبة القبائل، إمكانيات لباس بها. إلى هناك لرماش، تبادل كروي، كرات على شكل مثلث، قروي وخطأ كبير من قروي، ناجي الإفراط، مسك الكرة ثم ناجي من جديد، ناجي بكريا قروي وريال، سيد بشاري كان قريب من اللقطة،
دمو إلى تيايبا. تيايبا من هناك. تيايبا ماذا يفعل تيايبا؟ موش كامل قواه البدنية تيايبا. هذا الحكم والطبيب في آن واحد، واحد من أبرز الحكام على الساحة الوطنية الدولي منذ سنة 2007، طبيب بشاري محمد مع الركنية و إلى خارج أرضية الميدان 5 أمتار و50. مجهودات تبذل من قبل وفاق سطيف لكنها عشوائية لحد الآن. وفاق سطيف يحاول أنه يستحوذ على الكرة في الوسط ويعني وإنهاء الهجمة عن طريق المحور، يعني كما قلنا يعني موجود ناجي وطيايبا، وبالتالي يعني يحاول يدخل من المحور، ولحد الان يعني فيه شويه خطوره ولكن الفعاليه ما زالت ناقصه، يعني ما شفناش هجمات يعني منتظمه ولا هجمات خطيره يعني اطلقت الحارس مزاري، عكس يعني شبيبه القبائل يعني اللي تتكتل في الوسط وفي الخلف، ولكن الهجمات نتاعها السريعه فيها اكثر خطوره، وحتى لما اللاعبين تاع الشبيبه يضيعوا الكره نشوفوا انهم يبقوا يضغطوا على المدافعين في المنطقه نتاعهم، وهذا اللي ما مقارنه بوفاق سطيف يعني ما غير موجود يعني. فراحي ودم والبحث عن الحلول المناسبه دائما لمن يتابع اللقاء منذ البدايه. وفاق سطيف منهزم بملعب وامام جمهوره باصابه دون رد، حمل التوقيع في الدقائق الاولى من هذه المرحله الاولى، حمل التوقيع على هداف ايبوسي بعد عمل جيد من بن شريفه. وفاق يلعب هذا المقابله قبل خوض المواجهتين الهامتين اللتين تنتظر النصر الاسود يوم 18 مارس بقسنطينة أمام سياسي في إطار طبعا البطولة الوطنية، ويوم 22 بنفس الملعب أي ملعب 845 هنا بستيف أمام كوتون سبور الكاميروني في إطار لقاء الذهاب من الدور الثمون النهائي لرابطة أبطال إفريقيا. نتمنى التوفيق لوفاق سطيف وأيضا للسياسي الذي تنتظر مهمة صعبة أمام أسك من ميموزا. من التوفيق لممثلينا في المنافسة الإفريقية. نعود إلى 845 زيرارا. سقوط تيبوسيل. كما يقول ولا شيء. ناجي لم يتمكن من الكرة. بالعميري وبالعميري ممتازة. كانت ممتازة. بالعميري بعد خطا من بالعميري. هاي امامنا بالفعل. شوف كانت قويه وجنبت القائم. هنا بالعميري يعني اخطا في التصويب وكان خطا من وفي خطا. شوف ايبوسي والمسرحيه التي يقوم بها ايبوسي هنا. لا 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 شوف الاعاده تبين انه ولا لمس ولا خطا ولا هم يحزنون. يقوم بمسرحيه طبعا لربح الوقت. هاي شوف امامنا، شوف امامنا الصوره وكان لا 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 الالام في بطنه. معليش اي اسعافات ستقدم له. على كل نتمنى ان لا تكون مسرحيه، يكون اللاعب سليم وعافى، هذا ما نتمنى وسط هذه الأجواء الباردة والماطرة. شبيبة القبائل متفوقة على الوفاق، متقدمة في النتيجة بإصابة دونارد مع إيبوسي وفرحة الهدف. طبعا يقبل الرئيس، رئيس محمد شريف حناشي موجود في دكة الاحتياط. القوانين قوانين الرابطة أصبحت تسمح بذلك. التعديلات الجديدة. نعم. التعديلات الجديدة مع مازري يخلف الذكر الحارس الأساسي أسلم كما جاءت. الأمري كما جاءت وقوية وإلى
الحارس خذيريا. فراحي ماذا يفعل أمام واحد اثنين ثلاثة؟ عنده اختيارات كثيرة. زرارة زرارة وزيت يطلب الكرة يطلب الكرة وتجمع كبير لدى عناصر شبيبة القبائل، ممنوع المرور في المحور مع زرارة دائما. زرارة وكرة ضيعة. 55 حتى اللاعب صدقاوي يعني من جانب شبيبة القبائل يعني يقوم بعمل كبير يعني خاصة في مساندة كل المدافعين، يعني هو اللي دائما يخلق التفوق العددي في كل المساحات اللي تكون فيها الكرة، يعني بسرعة التنقل تاعه والقراءة تاعه الجيدة، وبالتالي دائما اللاعبين تاعو يفاق سطيفي يوجدوا أنفسهم يعني من الناحية العددية، يعني خاصة اللاعبين تاع وفاق سطيف في 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 نقص عددي، وهذا الأداء اللي قاعد يقوم به اللاعب صدقاوي. قراوي أمير من هناك على الناحية اليمنى، فراحي يرفع رأسه. فراحي البحث عن رفيق لمن تيايبا وبالعمري بالعمري والتغطية من العروسي إلى دمو دمو فراحي من جديد حامل الكرة في قصيف، يوجد صعوبة في تمريرها حتى يعني لو وفاق سطيف لحد الآن جانب شوف العناصر الأنصار الأوفية. وفاق سطيف لحد الآن يعني اللعب الهجومي كامل تاعو مركز على اللاعب بوكريا يعني على الجهة اليسرى مقارنة مع اللاعب زيتي، وكما قلنا يعني الجناح أيسر ما كانش في وفاق سطيف، اللاعب بوكريا هو اللي قاعد يلعب في الرواق كوكل، وممكن جدا يعني هذه المنهجية أنه اللاعب بوكريا دائما يروح في ظهر المدافع رماش، ممكن يعني الكرات هذه اللي تخلق صعوبة. حاول من هناك فراح يحاول مع بوكريا طبعا كمال قلة الاسترجاع والتعب يقلقان كثيرا الماضي في هذه الأثناء، يعني كثافة البرمجة والمقابلات الكثيرة يعني هي اللي سبب حتى الإصابات، يعني نشوفوا اللاعبين تاع وفاق سطيف لاعبين كثير اللي يعانيوا من الإصابات، وحتى اللاعب لما يعود من إصابة راح يكون المردود تاعو يعني موش مردود يعني 100%، لأنه اللاعب دائما يبقى متخوف من عودة الإصابة يعني، وهذا الشيء اللي قاعد يأرق المدرب ماضوي، ونشوفوا أنه يحاول أنه يدور اللاعبين في خلال المقابلات. بوكريا وتنفيذ لناحية القائم الثاني، كان هناك بن شريفة في المكان المناسب بدون خطأ. هذا اللاعب لا لاعب بن شريفة لحتى الآن يعني مقابلة تاعو مليحة، وحتى البنية الجسمية تاعو قاعدة تساعده يعني خاصة في الكرات العالية والارتقاء مقارنة مع ركنيال صوب قروي. عدم التصرف الجيد الراضي طبعا. شوف كرة ممتازة وإلى أين؟ هنا الارتقاء تاع قراوي، ولا الكرة كانت عالية على قراوي لأنه ضرب الكرة من تحت، وبالتالي الكرة لما ضربها يعني ما تكونش في مستوى تاعها ولا أعلى منها ما تقدرش تسيطر عليها، ولهذا شفنا الكرة يعني طلعت فوق المرمى. مازري رياح مخالفة يحوى صدقاوي من هناك، ولا يقوم بعمل ممتاز. فعاد أمامنا الأمبراطور أو الحكم حكم الساحة سيد بيش أري محمد. مباراة بست نقاط بالنسبة لجياسكا، المشاركة القارية هو أهداف الفريق كمان مع خدايريا وانتظار تنفيذ التسديد. الريال وبدون عنوان أمامنا ريال علي من مواليد 80 العروسي قاراوي أو فراحي. شوف بعد عناصر خط الهجوم وخط الوسط وحتى فيه مسافات كبيرة
بين الخطوط خاصة من جانب وفاق سطيف. يعني وفاق سطيف خط الدفاع تاعو دائما يعني متخلف، هل هو متخوف من الكرات المرتدة يعني في ظهر المدافعين مقارنة بشبيبة القبائل اللي يلعب ككتلة؟ يعني حتى شبيبة القبائل لما الكرة تكون عنده خط الهجوم خط الدفاع يتقدم للأمام وما يخليش مساحات كبيرة، وهذا اللي يترجم منه سيطرة وسط الميدان. الشريفة وعملية الوانتو مع من؟ مع عيبود وإيبوسي، مع واحد اثنين ثلاثة. إيبوسي يطلب الكرة بن شريفة وإلى خارج أرضية الميدان. الانتشار الجيد هو لشبيبة القبائل. فعلا انت موقع يعني اللاعبين تاع شبيبة القبائل والكثافة العددية تاعهم، لأنهم عندهم سرعة التنقل ويتنقلوا بسرعة مقارنة باللاعبين تاع وفاق سطيف، هو اللي حتى الآن قاعد يخليهم يفوزوا بتقريب ويسيطروا على وسط الميدان. كرة من هناك، سرارة يغير المكان، قراوي، فراحي، زرارة. شوف بعد المهاجمين عن خط الوسط، الاعتماد على الأسلوب المباشر. والزيتي، زيتي يحاول أمام بالعملي والريال في المحور بدون خطأ. فراحي من هناك، زرارة أو بكرية، بكرية سهلة بالنسبة لدفاع استرجاع الكرة هذه بالنسبة لي عناصر شبيبة القبائل. يسلي يغير تماما، يسلي ترجع له الكرة ممتازة ناحية الشاب عيبود. عيبود وشجاعة كبيرة بالعميري ومحمد بشاري يقول مخالفة لمصلحة الفريق الضيف المتقدم في النتيجة بإصابة دون رد لحد الآن. عبود يعني اللاعب الشاب هذا يعني تقريب كل مرة بالسرعة تاعه والخفة تاعه والشجاعة تاعه يعني كل مرة يسبب مشاكل في الدفاع، خاصة على الجهة اليمنى اللي موجود فيها زيتي وبالعمير. الريال وأمامنا بالصورة المكبرة خدايرية يوجه الدفاع تاعه، وفي التسديد الريال ستكون مقوسة من دون شك وبباطن القدم بالفعل. وخدايرية يتمكن من التصدي وإلى خارج أرضية الميدان بباطن القدم. وحبشي غامر هنا لكم الكرة، لأنه المفروض الحراس المرمى يعني يعلمون هذا، لأنه الكرات لما تكون جايه بقوه في الاتجاه تاعهم المفروض انه ما يتمسكهاش، يلعبها يعني بالبوكس ويردها احسن من اللي غامر يمسكها وتضيع منه. خدايرية الحارس الاساسي في صفوف وفاق سطيف، ويغيب غول الحارس الثاني مصاب. نجد بالهاني كحارس ثاني في دكة احتياط او هنا نشوف وفاق سطيف. شوفوا مازالت الخطوط تاع وفاق سطيف متباعده مقارنه كثير مقارنه بالتمركز والتموقع تاع اللاعبين تاع شبيبة القبائل. تم البحث على الحلول المناسبه لاختراق هذا الدفاع المنظم كما ينبغي. بالعبري بدون خطا، اسلي بن شريفه طويلة وإلى الأمام، والعروس بالعرض إلى دمو. دمو والعروسي فراخي من هناك. شوف البعد بعد كثير. زرارة بشق الأنفس تصل الكرة للرفيق. شوف سرعة في التنفيذ عندما تكون الكرة لما يسترجع شبيبة القبائل، لما تسترجع الكرة هناك سرعة في التنفيذ. قرمي خالد والعقبي فضل ماضوي قاهم طبعا في كرسي الاحتياط
طبعا هذا اختيار يعني هي ورقتين رابحتين فعلا هما بالنسبه للوفاق لاعبين عندهم الوزن تاعهم في الوفاق وممكن هذا اختيار المدرب لانه كما قلنا يعني عنده تقريبا 3 مقابلات في 8 ايام يعني يحاول انه يسير هذه المقابلات الثلاثه لانها كلها مهمه سير تعداد التشكيله نتاعو لانه ما ننساش كنا في مقابلتين تنتظر الوفاق يعني خلال هذا الاسبوع يوم الثلاثاء ويوم السبت 36 دقيقة دائما التقدم في النتيجة لمصلحة الفريق الضيف الكناني متفوق على الوفاق منذ تقريبا منذ موسم 92 لم تفوز شبيبة القبائل على وفاق ستيف أو لم تسجل نتيجة إيجابية في ملعب 8 في ملعب 8 ماي 45 على يعني حسب لغة الأرقام والإحصائيات منذ تقريبا 92 الوفاق لم يخسر امام جي اس كا في 8 ماي منذ موسم 92 هل سيتمكن اليوم من التاكيد الوفاق يريد تعميق الفرق الى 9 نقاط على الملحق المباشر جي اس كا ومولودية العاصمة اللي تعادلت اليوم في الملعب براكني مع امل الاربعاء مع قراوي امير غير مقنع اليوم تمريرات محاولة جلب الخصم اللي يبقى ماكث في مكانه هنا وفاق ستيف يلعب على الكرات الطويله للمهاجمين، المهاجمين يعني تحت الرقابه والسيطره تاع المدافعين تاع شبيبه القبائل، وبالتالي يعني مهمه التسجيل هكذا راح تكون صعبه صعبه للغايه الا اذا كان في خطا من المدافعين تاع شبيبه القبائل ولا يلعبوا على الكره الثانيه اللي ترجع من عند المدافعين، هذه إيه. امكانيه بوسي واراده كبيره من لدن ومن قبل الشاب عيبود سمير حاول بشتى الطرق يربح مكانه ضمن كأساسي ضمن تشكيلة أزدينا يجودي فراحي زيتي وإلى خارج أرضية الميدان حسب تصريحات السيد عرب عز الدين الدكتور رئيس المدير العام لشركة النسور السود والذي يقوم بعمل جيد في الوفاق بعيدا عن الأضواء يعد طبعا هو إلى جانب حسن حمار لتكوين فريق قوي الموسم الفارط زرارة والنجي بالعميري وركنية بالعميري قاروي بالعميري يطلب الكرة توصله مرفوعة شوف بالعميري وممتاز في المكان المناسب بن شريفة والذي أنقذ الموقف كان في المكان المناسب يعني في استماتة دفاعية استماتة كبيرة من اللاعبين تاع شريبة تموقع جيد هاي اللي عاد من جديد شوف مدافع في المكان المناسب أنقذ الموقف من امام مهاجمي وفاق سطيف ويبقى دائما حتى الان شباب وفاق سطيف يحاول انه دائما يلعب على المهاجمين الاثنين يعني محور الدفاع اللي متكون من المهاجمين طيايبه وناجي ولحد الان هذا الحل ما لقاش حل يعني ما كانش فيه نتيجه ما عطاش نتيجه ممكن لو يلعب على بالعميري اللعب السريع اللي على الجهه اليمنى ممكن بالتمريرات والسرعه نتاعو يقدر يكون حل من بين الحلول الهجوميه لوفاق سطيف كل الصراعات هي لشبيبة القبائل يعني معظم الصراعات يفوزوا بها اللاعبين تاع شبيبة القبائل وهذا التموقع الجيد وحتى ممكن يرجع يعني الامكانيات البدنيه مقارنه بوفاق سطيف يعني اللي يعني ممكن البطاقه الصفراء الاولى
لقراوي أمير. نرفزا بالفعل دفع من قراوي أمير. بن عمري وتم سقوط صعب. سلامات رماش الانطلاقة من رماش يمر رماش واصل رماش وفراحي في واحد في ثلاثة البحث عن رفيق يأتي دمه بوكريا قاروي بوكريا يطلب الكرة توصلوا مرفوعة من بوكريا وبن شريفة من الدفاع إلى الهجوم. بن شريفة يقدم في مباراة طيبة أمام بن عمري إلى خارج أرضية الميدان. زيد بن عمري خمسة أمتار وخمسين صعوبة كبيرة وكبيرة جدا تجدها العناصر اليوفا كاستيف في اختراق الدفاع يتأهب ويستعد كل من العقبي وكرمي لتدعيم ولتعزيز الخط الأمامي أو القاطرة الأمامية. معروف على كرمي بفنياته. العقبي أيضا ما يوصلش على الكرة. كرة ضايعة. عدم الانتشار الجيد، عدم التحكم في المساحات. طبعا يخلي شبيبة القبائل تفوز بكل كرة. فعلا حتى شبيبة القبائل عندها ميزة في المقابلة دي هو سرعة يعني الرجوع إلى الدفاع لما اللاعبين يضيعوا الكرات في الهجوم، يعني سرعة التموقع والعودة السريعة هي التي يعني صعبت من أمور الوفاق اللي فيها عنده شوية إيقاع بطيء للوصول إلى المنطقة الأمامية للهجوم، وهذا يعني يرجع إلى العودة السريعة للاعبين تاع شبيبة القبائل. عيبوت سمير عيبوت سمير ورياح ترجع لبن شريفة. بن شريفة وعيبوت سمير من اليمين يقلق المدافع الفاكستيف. نقترب من نهاية المرحلة الأولى. التقدم دائما لمصلحة شبيبة القبائل أمام الفاكستيف في هذه الأمسية الماطرة والباردة من الجولة التي تحمل رقم 23. فراح العروس إيبوسي من جديد إيبوسي وحده يعني معزول في الهجوم يعني أنه يناور مع المدافعين وكل اللاعبين تاع شبيبة القبائل يعني يأخذوا تموقع دفاعي ويبقوا يراقبوا ينتظروا في الكرات الطويلة اللي وحتى مثل هذه الكرات تسمح للعناصر الشبيبة العودة الأفضلية تكون للمدافع والتموقع الجيد والتموقع وبعدين بناء الهجمة السريعة واللعب في ظهر يعني المهاجمين عفوا المدافعين تاع وفاق سطيف. زرارة قاروي وطيايبة لم نشاهد هذا اللعب كثير. ابن مدينة برج الغدير والانطلاقة كالسهم من هناك. اي بوسي شوف كيفاش يطلب الكرة اي بوسي. حتى الهجمات العكسية كلها تتلعب على اي بوسي يعني يعملوا لابوي مع اي بوسي بعدين اي بوسي يخرج الكرة على الرواق الايمن ولا الايسر وينطلق يعني كالسهم في اتجاه المرمى ينتظر التمريرة النهائية. بدون خطا بالعملي رماش ايضا قايم بدوره على الاطراف. تكتيكيا شبيبة القبائل متفوق فعلا خاصة في
هي الدفاعيه يعني المنهجيه الدفاعيه شبيبه القبائل مسيطره على الورق، والمدافعين تاعهم يلعبوا يعني باكثر اريحيه، والتدخلات تاعهم يعني لحد الان كلها يعني تدخلات ناجحه مقارنه بالمهاجمين. دقيقه واحده كمال كوقت بدل ضايع، دقيقه واحده الحكم الرابع سيد ميساجر احمد. الفك اللي وجد صعوبه كبيره خلال المرحله الاولى هذه لم يجد الظله نتاعو. هنا الوفاق في حاجه الى لاعبين في وسط الميدان لينقلوا الكره يعني في الرجل ويلعبوا بسرعه ويحاولوا يعني يربكوا التموقع الدفاعي تاع اللاعبين تاع شبيبه القبائل. ممكن مع تغييرات دخول قرمي ولا العقبي ممكن الامور يعني تتغير بالنسبه سيتي وفراحي. فراحي مع تيايبا، وزيتي بالعميري وزيتي يحاول ان يساند القاطره الاماميه للوفاق. فراحي يحاول التسديد، لا يترك المجال، كره ضايعه، بوكريه لزراره، زراره ند الند مع اللاعب ممتاز يعني ضغط على المهاجم ما خلالوش الفرصه. رماش ما فيش تسامح، حامل الكره وفياتي الاثناء. سيداتي وسادتي امامكم السيد بشاري محمد الحكم الدولي الذي يعلن عن نهاية المرحلة الأولى بتفوق هدف دون رد من توقيع هذا الذي تشاهدون إيبوسي في الدقائق الأولى بعد تمريرة ميليمترية من الظهير بن شريفة. إيبوسي تمكن أن يثري أن يعطي التفوق لشبيبة القبائل وبالتالي يثري رصيد من الأهداف لتصبح 10، يصبح واحد من الهدافين، ويبقى فارس حميتي لاعب مودية العلمة هداف البطولة ب 12 هدف، سجل 12 إصابة. قلت شوط أول للنسيان بالنسبة لوفاق سطيف الذي لم يقدم الأشياء المنتظرة منه، الخطوط كانت بعيدة، حامل الكرة كان يوجد صعوبة كبيرة في إيصالها للرفيق، وبالتالي التفوق كان تكتيكيا لمصلحة فريق شبيبة القبائل الذي أبلى البلاء الحسن خلال المرحلة الأولى هذه وتمكن من تسجيل إصابة في اللحظات الأولى. حاول فريق وفاق سطيف أن يعود في النتيجة لكن من دون جدوى، وأن نتيجة ما ذكرناه منها بعد الخطوط الثلاثة، منها وجود صعوبة كبيرة لدى حامل الكرة في إيصالها للرفيق. يعني فعلا البدايه كانت موفقه لشبيبه القبائل، يعني حتى الهدف الاول اللي سجلوه يعني زاد خلاهم اعطاهم اكثر اريحيه، ومقارنه بوفاق سطيف اللي كان مطالب باللعب الهجومي. الاستراتيجيه اللي انتهجها وفاق سطيف يعني مقارنه بالاستراتيجيه تاع شبيبه القبائل، يعني شفنا السيطره في وسط الميدان من جانب اللاعبين تاع شبيبه القبائل اللي كانوا اكثر حضور، فخاصه في الصراعات الثنائيه وخاصه في العوده يعني والتمركز التموقع الدفاعي مقارنة باللاعبين تاع وفاق سطيف. وزيد وفاق سطيف يعني شفنا تباعد الخطوط خاصة الخط الخلفي وتقريب انعدام خط الوسط، لأنه اللاعبين تاع الوسط زرارة وقراوي كانوا دائما يطلبوا الكرة عند المهاجمين، وبالتالي يعني تموقع اللاعبين تاع شبيبة القبائل كخط واحد في الدفاع يعني سهل المهمة في اقتناص الكرات الطويلة اللي كانت تأتي من عند دمو والعروسي وفراحي، يعني اللي كانت الكرات الطويله تاعهم كانوا كل جلها يقطعها المدافعين واللاعبين تاع شبيبه القبائل. بالنسبه لشباب شبيبه القبائل الفريق ابلى البلاء الحسن خلال المرحله الاولى، دفاع بدون خطا بقياده الثنائي ريال طبعا وبالعمري اللي قاموا باهدار كل محاولات عناصر وفاق سطيف. فعلا يعني الانتهاجي الاسلوب، شوف الاصابه كيف جاءت بن شريفه وبالمليمتر إيبوسي وحده في المكان يعني المناسب صوب القائمه الثاني تمكن من وضع الكره
طبعا هذه المحاولة لعناصر يوفاك ستيف، المزاري تدخل وأنقذ مرمى. اللقطة الخطيرة بالنسبة ليوفاك ستيف في هذا اللقاء، إلى جانب شوف تفاهم كلي بين عناصر، شوف حامل الكرة بالنسبة لشبيبة القبائل ما يوجد صعوبة كبيرة حتى في عملية الوانتو مثلا. هذه من بين النسوج الكروية اللي يعني اللي قدمها فريق شبيبة القبائل، اللي قدمها اللاعبين تاع شبيبة القبائل، وخاصة القذفة الأخيرة دي تاع إيبوسي من بداية الشوط الأول. ولكن يعني لما نتكلموا على المدافعين تاع شبيبة القبائل بالعمير يوريال اللي كان التفوق تاعهم، شوف العمل اللي قم بمحور الدفاع لهنا فعلا بالعمير يوريال، يعني التفوق تاعهم كان خاصة في الكرات العالية والاستماتة تاعهم في الدفاع مقارنة باللاعبين المهاجمين. يعني كان موجود طيايبة وناجي اللي يلعبوا الاثنين يعني على 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 المرمى، ويعني ومع لهنا سي خير الدين ماوي يحب يطبق ما نسميه لا كونكلوزيون ا دوز افون، يلعب مهاجمين اثنين على خط المرمى، لكن تيايبا ولاعب ناجي وناجي ما وفقوش، ما فيش تفاهم صراحه لحد الان، يعني ما كانش تنسيق بيناتهم وما كانش يعني توفيق بيناتهم، خاصه لما نزيدوا نشوفوا بوكريا اللي كان يعني يعمل يقوم بالعمل يعني على طول الرواق الايسر ويطلب الكرات ويحاول انه التمريرات العرضيه دائما تكون من عند واحدة من اللاعب بوكريا. خطيرة هذه كان اللي بالعميري، هنا نشوفوا بالعمير يعني تمكن باش ياخذ كرة يعني بطريقة يعني جد أنيقة، يعني خدا الكرة بدون يعني ما يعمل الخطأ من أمام المهاجم ناجي، ويعني بات نشوفوا مدافع يعني من النوعية الجيدة. نزيدوا نتكلموا على اللاعبين تاع شبيبة القبائل، يعني اللعب الهجومي تاعهم كان يعتمد على المرتدات وخاصه يبنيوا الهجمه تاعهم، استعمال الرواقين والسرعه في التنفيذ ولكن النقطه المحوريه هما كل الكرات كانت تلعب على اللعب إيبوسي اللي كان بالامكانيات البدنيه تاعو يتقن، حتى انه شاهدنا مازاري الحارس كل الكرات صوب إيبوسي لانه اللعب إيبوسي يعني يتقن اللعب، ولما يكون ظهره للخلف يعني يعمل ليكرون مع المدافعين، وبالتالي يمد الفرصه للمهاجمين الاثنين اللي يجيو سواء اللاعب عبود ولا اللاعب زيون اللي يجيو من الخلف، ويعمل معاهم يعني الاسناد، وبعدين يحاول يطلب الكره في صوب المرمى. وهذا يعني الاسلوب يعني شفناه كل تتكرر عده مرات، واللاعبين يعني لحد الان المدافعين تاع شبيب تاع وفاق سطيف، المدافع دم ولا المدافع العروسي لحد الان يعني ما قدروش وما تمكنوش باش يحدوا من خطورة اللعب إيبوسي، خاصة في الكرات اللي يلعبها يعني ريال هنايا، هذه مخالفة تاع ريال يلعبها مباشرة على الحارس خضيرية، كان بالإمكان أنه يلعبها يعني صوب الزملاء، خاصة لما يكون عندك لاعب مثل إيبوسي في الارتقاء ويعني ويلعب الكرة مليح بالرأس. ريال يعني يعمل اختيار أنه يقذف الكرة من بعيد يعني على خضيرية ما حبش يغامر، يعني يرد الكرة بالبوكس. تشوف كمال في المحور باللقطات القليله يفقستي في هذه، شوف بالعمري وبن شريفه الى جانب ريال بدون خطا، وهنا نشوفوا يعني سرعه العوده تاع اللاعبين تاع شبيبه القبائل في المكان المناسب الطايمين يعني بدون خطا دفاع شبيبه القبائل. هنا نشوفوا سرعه يعني الانتشار تاع اللاعبين تاع شبيبه القبائل يعني والتموقع الجيد، لان الكره تلعبت على المرمى، المدافع خرجها، يعني هذاك الكره الثانيه المفروض تكون الافضليه فيها للمهاجمين تاع وفاق سطيف، ولكن سرعه الارتداد تاع اللاعبين تاع شبيبه القبائل يعني غلقوا المنافذ بسرعه وما خلاوش الفرصه للاعب اللي مسك الكره على ما اظن اللاعب زراره ولا قراوي باش يتعامل بشكل جيد مع الكره. نعاود نشوف الهدف مرة أخرى والتمريرة الممتازة لإيبوسي الذي تمكن من وضع، أنا نشوف إيبوسي كان وحده يعني بين العروسي ودمه كان شوية متقدم واللعب بوكريا كان في الخلف، يعني إيبوسي ما لقاش يعني إشكال حتى الخروج تاع خضيرية، يعني ما كانش كان متخلف يعني ما قدرش. فرقة الشاب عيبود سمير هذا أقل من 20 سنة واللاعب وعد، وجميل جدا فرحة حتى الرئيس محمد شريف حناشي. هنا نشوفوا اللاعب يعني وقف الكرة يعني على مهله بكل هدوء
شوف عدم المراقبة الجيدة كان وحده يبوسي، لو ما تمكنش من يبوسي كان بزيون وراه، يعني كان بزيون كان أيضا يقوم بنفس. أنا نشوف هنا نشوفوا حتى موقع تاع المدافعين، يعني ما كانش فيه تنسيق بين اللاعب دمو واللاعب العروسي اللي ممكن يعتبر خطا. ممكن نشوف الهدف مره اخرى فيه خطا يتحمله ايضا الحارس اللي ما خرجش يعني بشكل جيد. درك هنا خروج الحارس يعني على حساب القراءه نتاعو الجيده، لما تكون الكره الكره قريبه منه ضروري الحارس يخرج، ولكن الكره اللي هنا خروج خضيريه هنايا، هنا خضيريه ممكن يعني خرج مقارنه بالتموقع الخطا تاع المدافعين، لانه الكره نشوفها يعني تقريبا حوالي 7 امتار بالفعل، يعني هنا المفروض الحارس ما تكونش عنده افضليه، لانه الحارس على 5 امتار ممكن يخرج لما تكون الكره عنده. هنا الحارس حب يلعب وحب يصلح الخطا تاع المدافعين، وبالتالي الخروج تاعه كان متاخر، لانه ايبوسي كان منذ البدايه يعني اقرب منه للكره، وبالتالي كان هو اللي يقدر يلعب الكره، والحارس كان الخروج تاعه متاخر. بالاضافه الى الانتشار الجيد فوق الميدان بالنسبه للفريق الضيف شبيبه القبائل، شفنا عمل ممتاز على الاطراف خاصه من قبل رباش وبن شريفه فعلا، لانه اللي كانوا سند كبير وكانوا هما اللي يعملوا التفوق العددي في الهجوم، لانه لما يتقدم بن شريفه ولا اللاعب رماش ويسند الهجمه يعني تكون افضليه للاعبين تاع شبيبه القبائل. وما نساوش في النقطه هذه الدور اللي يقوم به اللاعب صدقاوي، لانه كان هو اللي يمد اريحيه يسلي ايضا يسلي كان اكثر شيء في الهجوم، ولكن صدقاوي يمد يعني راحه للمدافعين لما يتقدموا، لانه كان هو اللي يغطي عليهم بدون ما يغامر بالعمري وريال، يعني ما يتركوش محور الدفاع، فبالتالي كان صدقاوي هو اللي كان يغطي على الاروقه تاع رماش واللاعب بن شريفه. حتى اللاعب بن شريفه يعني نشوفوه مع بالعميري، حتى الجانب البدني تاعو ساعدوا مورفولوجيا يعني ساعدوا باش يتفوق على اللاعب بالعميري. بالعميري هو لاعب سريع ولاعب مهاري يعني، ويعني يحبد الكرات اللي تكون في الوسط وفي الرجل يعني باش يقدر يلعب بها. اما الكرات العاليه اللي قاعدين تهجوا يفاق سطيف وتكون طويله، تكون دائما الافضليه للاعب بن شريفه اللي كان دائما يتفوق عليه في الكرات الطويله والكرات العاليه. ولا هنا بالعميري يعني الكرات هذه ولا الاسلوب هذا يعني ما شفناش، يعني ما دارش خطوره من الجهه اليمنى مقارنه بوكريا المدافع الايسر اللي كان التقدم تاعو في الرواق ويطلب دائما الكره في ظهر المدافع رماش. تقريبا كل الكرات تكلمنا على الصراعات الثنائيه، طبعا كل الصراعات فاز بهم شبيبه القبائل، لانه التموقع تاع شبيبه القبائل والاسلوب اللي ينتهج وفاق سطيف هو الكرات الطويله والكرات العاليه. هذا الاسلوب دائما يمد افضليه للمدافع، لانه المدافع يكون يعني مقابل للكره ويتعامل مع الكره، لانه ما يحاول انه يقص الكره يعني ما يبنيش الهجمه، اما المهاجم يحاول انه يستقبل الكره وبعدين ينطلق في الهجمه، وهنا دائما الافضليه تكون للمدافع، لانه المدافع يقص الهجمه وبالقراءه وبالتموقع، خاصه لما يكونوا المهاجمين يعني ستاتيك يعني ما يتحركوش ماشي في حاله حركه، هنا على المدافع تسهل عليه مراقبه المهاجم، وبالتالي التعامل مع الكره دائما يكون في صالح المدافع. دخول شفنا في عمليه الاحماء عمليه تسخين كل من العقبي وجورمي، هل يعني راح يعطيوا الاضافه لليوفاك ستيف مقارنه يعني بالاسلوب واللعب في غياب اقول عقل مدبر بالنسبه ليوفاك ستيف وبعد الخطوط الثلاثه عن بعضها البعض؟ فعلا يعني مقارنه بالامكانيات اللي يتمتع بها جورمي، اللي يتمتع يعني باللعب مهاري واللعب تقريبا نقول الوحيد اللي في وفاق سطيف انه يحط الكره في رجله ويجري بها، ومن الصعب انك تفتك له الكره لما يكون جورمي يجري بالكره، حتى لو ما شكلش خطوره يعني يقدر يعمل لك مخالفه خطيره. العقبي ثاني يتمتع بالكرات الدقيقه المليمتريه يعني الطويله، يعني الكرات يعني اللي تجي من العمق، ممكن هذو اللاعبين الاثنين لانهم لاعبين يعني هجوميين الاثنين ممكن راح يمدوا دفع للهجوم، ولكن
يعني اذا اراد الوفاق انه تكون عنده فعاليه اكثر لازم تكون عنده حركيه في الوسط، خاصه يعني من اللاعبين المهاجمين اللي يكونوا ناجي وتيايبا انهم يخرجوا. منتظر من دون شك خروج تيايبا الذي لم يقدم منذ استخدامه في مرحله الميركاتو، هذا المرحله الشتويه لم يقدم الشيء المطلوب منه، يعني هنا لو يخرج لم ياتي بالاضافه. هنا لو يخرج اللاعب تيايبا المدرب ماضوي راح يرجع يعتمد على الاسلوب، يعني 4-3-4 امامنا العقبيه 4-3-3 يعني ثلث مهاجمين ممكن، يعني هنا نشوفوا يعني تكون مساحات اكثر عند وفاق سطيف، واللاعبين تاع شبيبه القبائل راح بالاسلوب الجديد هذا راح يبعدوا شويه المدافعين على بعضهم. مكان من عبد العزيز، عبد العزيز قراوي خرج وراح يدخل على ما يبدو عقبي في مكانه. اذا قراوي يغادر، شكرا زميل ياسين. العقبي اذا سيدخل مكان قراوي امير، كنا ننتظر خروج تيايبا. حتى تغيير يعني تاع وسط ميدان لانه قراوي يعني عايد من اصابه ويعني ما يتمتعش بالامكانيات البدنيه تاعو ككل. تفضل ياسين تفضل. معنا خير الدين الماضوي، الوفاق منهزم بهدف 0، سيناريو غير متوقع، واش هي التوجيهات بالنسبه للشوط الثاني؟ صحيح ما كانتش منتظره انه نتلقى هدف مبكر في الشوط الاول، لكن رغم العوده تاعنا في المباراه لكن كانت عشوائيه، يعني ما كانتش منظمه بطريقه منظمه. توصيات انه نعود في المباراه، يعني لازم نعود فيها على الاقل نسجلوا هدف تعادل بعد ما نقدر نبحث على هدف ثاني. المهمري مش راح تكون سهله لانه شبيبه القبائل متمركز مليح في الدفاع، ونظن يلعب على الهجمات المعاكسه خطير جدا. احنا نحاولوا ان شاء الله فقط يكونوا توعنا حاضرين من الناحيه النفسيه، لانه الهدف يعني صعب شويه من المعمورية تاعنا. هناك تغيير العقبي مكان قراوي. تغييرين، قراوي مكان عفوا العقبي مكان قراوي، وناجي ورمي مكان ناجي. شكرا بالتوفيق. ياسين هذا ما يعجبني في صراحة، تعجبني صراحة ماضوي قال لأنه كان لاعب عشوائي من قبل العناصر تاعو بعد تلقيهم الهدف المبكر. نعم كان يعترف باللي لاعب عشوائي من جانب وفاق سطيف، وحتى القوة تاع شبيبة القبائل هو قال باللي يلعب الفريق يلعب على المرتدات والكرات السريعة اللي شكلت لهم خطورة يعني في خلال الشوط الأول. إذن عبد العزيز خلينا نشوفوا انطباع مساعد المدرب كاروف، يعني فريق قبائل متفوق بهدف 0، كيف راح يتسيروا بقيه اللقاء؟ على كل حال الحمد لله الشوط الاول سينا كيف حبينا، احنا سجلنا الهدف الاول دون ان كات تكتيك تكتيكمون اوني بيان بلاس اون جوان كاتوا توا وين اون افي دي اون كري دي ديفيكولتي ليكيب ادفيرس ستيف، وان شاء الله اون دوزيام ايطون تعطينا تعليمات باش نكونوا نكملوا في هذه المسيره، وان شاء الله نزيدوا باش نزيدوا نسجلوا الهدف الثاني ان شاء الله. بالتوفيق. شكرا. شكرا لك ياسين ولكروف ماضوي. لا باس نذكر بتشكيله الفريقين بعد فيه تغيير بالنسبه لوفاق سطيف، دخول كل من قروي خروج قروي ودخول العقبي وخروج ناجي ودخول قرمي. اذا بالنسبه لشبيبه القبائل ليس هنالك تغيير يذكر. مزاري، ريال، رماش، ايبوسي، عيبود، بزيون، يسلي، بن شريفه، بالعمري، صدقاوي، ورياح. وفاق سطيف يبقى بخدايريا، زيتي، بكريا، دمو، العروسي، فراحي، زرانه، بالعميري، قراوي الى جانب قرمي والعقبي في دكه الاحتياط. بالنسبه لشبيبه القبائل نجد كل من عماره محمد وهو ابن عماره مراد الحارس السابق للمنتخب الوطني الجزائري ولشبيبه القبائل. امامنا رماش، رماش طبعا اللي ابلى البلاء الحسن خلال المرحلة الأولى، كنا تكلمنا على الرواقين، قلت عمارة بن شريف، عواج، ماروسي، ماضي، فرقان، وزابيا. يدرب تشكيلة شبيبة القبائل أيت جودي عز الدين الذي سبق له كما أسلفت الإشراف على العارضة الفنية ليوفاق سطيف.
كورمي خالد امامنا اللاعب المهاري والمعول عليه، هل سياتي بالاضافه او هل سيقدم الاضافه للخط الامامي الذي حاول في المرحله الاولى لكن من دون نتيجه. ايبوسي قابل الان تلعب تحت الاضواء الكاشفه الى خارج ارضيه الميدان، صعب جدا تسيير التعداد كامل فعلا، يعني خاصة بالنسبة لوفاق سطيف اللي يشوفوا فيه يعني يعاني من كثرة المنافسات واللاعبين دمو يحاول اللاعبين يعني نشوفوا فيهم أقل جاهزية مقارنة باللاعبين تاع شبيبة القبائل اللي يلعبوا مقابلة كل أسبوع، وهذا يعني حتى نشوفوا الإصابات اللي يعاني منها اللاعبين تاع وفاق سطيف يعني كلها تقريبا جلها يعني إصابات عضلية ناتجة عن التعب والكثافة تاع المباراة. ولا هنا نشوفوا المفروض المدرب هنا لازم يحاول كيفاش يسير حتى يعني الامور خارجه عن اطاره، ولكن يحاول انه يسير المجموعه واللاعبين اللي تبقاو. لو نعلم باللي الوفاق يلعب ثلاث مقابلات في اسبوع يعني هذا كثير، وخاصه يعني عندنا احنا في البطوله تاعنا اللاعبين يعني اقل جاهزيه يعني خاصه من الناحيه البدنيه، وهذا اللي نشوفه وفاق سطيف يعاني منه حاليا. حتى الفريق تاع شباب قسنطينه يعني تقريبا نفس الظروف نفس الظروف يعني. بن شريفه امامنا التحكيم هو للسيد النكر بشاري لجانب غوراني بوروبا ومساجر غورمي خالد وزراره العقبي ما فيش تسامح مع حمل الكره والعوده السريعه نفس السيناريو لمهاجمي ولاعبي وسط شبيبه القبائل. التحول السريع يعني التحول السريع الوضعيه الهجوميه الوضعيه الدفاعيه خاصه من جانب شبيبه القبائل، وتا موقع يعني عندهم قراءه جيده يعني وكل واحد حافظ الدور تاعو يعني، وهذا ما سهل الاداء الدفاعي للشبيبه وخلق صعوبات للاعبين تاع وفاق سطيف حتى الان ما لقاوش الثغرات والمساحات اللي يقدروا يشكلوا فيها خطوره. ويبن امامنا مازاني نبيل حارس شبيبه القبائل والعقبي من بين يعني الحلول اللي تسديد هذه المخالفه يعني من بين الحلول اللي تبقى يعني عند وفاق سطيف كرة الثابتة يعني بالفعل والكرات المرتدة خاصة الأخطاء اللي يرتكبوها المدافعين، خاصة لأنه نشوفوا وفاق سطيف مازال ينتهج أسلوب الكرة الطويلة، وهنا إذا الأخطاء الدفاعية تاع المدافعين هنا لازم اللاعبين تاع الوفاق يستغلوها. الانطلاقة من جديد بزيون أرضية وفراحي في المكان المناسب زراره شوفوا هنا العوده السريعه تاع اللاعبين تاع الشبيبه يعني ما ينتظروش تقريبا ست لاعبين شاركوا لما في يستحوذ لما يخسروا الكره نعم ست لاعبين يعني العوده السريعه شاركوا في الهجمه المرتده، ولما ضيعوا الكره يعني تقريبا كل اللاعبين رجعوا ما عدا ايبوسي اللي بقى يعني يحاول انه يعطل المدافعين في الخلف، وجل بقيه الزملاء يعني رجعوا وراء تقريبا خط وسط الميدان. كرة يقول السيد بشاري لمصلحة الشبيبة تنفذ من اليسار وكان خطأ فادح من الحارس حسن حظه كانت فيه راية خروج عشوائي ما يوفقش خضيرية في الخروج نتاعو. شوف الإعادة مرة أخرى بن شريفة الشيء اللي قدمه لكن ماشي للكرة ما حاولش يقوم بعملية هنا وكأنه اللاعب يعني مراوغة عمل تمويه يعني تمويه. وكان يفكر باللي فيه لاعب مهاجم زميله يعني في الخلف ممكن يعني هذه القراءة اللي كانت عنده، ولكن كان الأجدر أنه يلعب على الكرة لأنه كان تقريب مع المرمى ويقدر يسجل بالفعل. الراحي عروسي وزراره خلفه
نفذ غورمي، غورمي خالد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. أنا الشيء الجيد للشبيبة هو المشاركة بعدد كبير يعني في الهجوم، ونفس الشيء في العودة في الدفاع، يعني نشوفوا الكتلة كلها ترجع يعني وتتموقع. حتى ممكن يعني النتيجة يعني في صالح اللاعبين تاع شباب القبائل، شبيبة القبائل يعني تخليهم انه يعني يلعبوا بكل أريحية، ويعني والضغط يعني موش عليهم، بينما اللاعبين تاع وفاق ضعيف يسعوا إلى يعني الضغط أكثر على وفاق فعلا خلف خلف النتيجة، لأنهم يلعبوا في ميدانهم ومنهزمين ويبغيوا باش يحققوا نتيجة إيجابية، وممكن هذا الشيء اللي يربك اللاعبين تاع وفاق ضعيف مقارنة باللاعبين تاع الشبيبة تاع شبيبة القبائل. وخلفه نفذ من دفاع شبيبة القبائل وبين قفزات الحارس خديرية. ظروف مناخية صعبة، طقس بارد وبارد جدا، نعمل في ظروف كلها صراحة صعبة للغاية، هكذا للمرة الألف أقول في العراء. أظن تكون الملاعب مجهزة بكل المرافق، منها وضعية المعلق، يجب أن يكون في الدفوع غورمي من هناك، فهذه اللقطة بوكرية حاول يقوس لكن من دون نتيجة. راح ليس هنالك غرف للتعليق، شيء صعب من المهام نتاعنا بطبيعة الحال، برودة الطقس. خلف الطبيب والحكم يطمئن على سلامة اللاعب، هذه طبعا من مهام الحكم، الحكم انه يسعى لحماية اللاعبين يعني من كل اخطار، يعني لانه هو الاول والاساس اللي يحاول انه يحمي اللاعب فوق أرضية الميدان. زرارة، زرارة بوكرية، بوكرية وغورمي خالد، غورمي اكسنتر لهنايا، حاول بالمراوغة، يتمكن من المراوغة ويفتح
وإلى خارج أرضية الميدان. هذه يعني نقاط القوة تاع اللاعب غورمي، هو لما يمسك الكرة يسيطر عليها، من الصعب يعني باش المدافعين ينزعوا له الكرة، واللاعبين والفريق يفاق سطيف يعني في حاجة إلى مهاجم أنه يمسك الكرة ويمشي بها ويعمل يعني هذاك الإكسبلوان ديفيديوال يعني المبادرة الفردية ممكن اللي راح تجيب يعني إضافة في الهجوم للاعبين فريق تاع وفاق سطيف. عملية اللحمة بالنسبة لبودلاء وفاق سطيف، يبدو أنه خالد غورمي نال منه العياء، مرفوعة من زيون وبين قفازات الحارس خديرية. فريد بوساحية أمامنا الناشط كعاتو، المباراة منقولة على القناة الرابعة. زميلنا أبو صحية فريد الذي تنقل إلى مدينة سطيف للتعليق عن هذه المباراة. نقبي وزراعة راحي، كرة أسلوب سلبي هذا لما الكرة تمشي كثير بالعرض كمال. في العرض يعني لما ما تكونش يعني زرارة يحاول يسدد الزرارة، شوف جدار أول ثاني ويصعب الاختراق. غورمي وضيع الكرة، رماش بزيون، رماش إيبوسي والعروسي. نشوفوا إيبوسي أصبح يسيطر يعني على عرض الملعب، يعني يلعب مع كل المدافعين، يعني الكرات المرتدة الطويلة كلها يروح لها إيبوسي ويحاول أنه يناور مع المدافعين، وبعدين لما يمسك الكرة فيه المتابعة من عند الزملاء إلى خارج أرضية الميدان. تماس رماش مواليد 85، رماش ماذا يحاول يقدم الارشادات، يطلب من لاعبيه باش يتقدموا صوب الهجوم. دائما هدف دون رد مصلحة شبيبة القبائل. الإصابة الوحيدة في هذا اللقاء لحد الآن كانت من إمضاء وتوقيع إيبوسي في اللحظات الأولى من المرحلة الأولى، وفوق الإطار أريحية كبيرة لدى عناصر شبيبة القبائل كل راح. مزاري دمو في التغطية، ذكر غياب كل من بن عبد الرحمن جانيت ملول بداعي الإصابة، عسل من جانب شبيبة القبائل المعاقب ومكاوي حتى اللاعب المصاب زيوندو أيضا زيوندو الذي نبارك له بعد ما أسلم، وهذا إنجاز يحسب لوفاق سطيف بعد رمزي أديكو أسلم أيضا هنا في سطيف. شبيبة العنصار شبيبة القبائل على فوفوزيلا، هذه على طريقة يذكروننا بالمونديال طبعا بجنوب أفريقيا، هي مزعجة على كل. أنا أحبذ الأغاني والصيحات الجزائرية أحسن بكثير، والأهازيج طبعا أحسن بكثير من هذا الصوت المزعج. أما الصمبا فهو كلام آخر للسحرة، ويبقى الوفاق يبحث عن الحلول المناسبة
ومازر يتألق لكن من دون جدوى. قلت مبروك لزيروندو المصاب أيضا. عامر بوعزة لم يظهر كمال أيضا في صفوف وفاق ستيف با بعد استقدامه، كان ينتظر منه أن يكون فعلا يعني كان الاستقدام تاع اللاعب عامر بوعزة يعني كل المناصرين تاع وفاق ستيف كانوا ينتظروا منه الكثير، ولكن للأسف يعني كانوا يعني فريق خسر يعني إجازة ما استفادش من الإجازة تاع اللاعب عامر بوعزة. ما نعرفوش هل هي داعي الإصابة ولا اللاعب ما قدرش يتأقلم يعني مع أجواء البطولة الوطنية، هذا السؤال يبقى مطروح. طيب قربي إلى زرارة، زرارة والعقبي. العقبي حاول يقوم بالتنسيق، همزة توصل بين خطي الدفاع والهجوم. نشوفوا يعني وفاق ستيف مازال ينتهج يعني اسلوب يعني لعب نقدروا نقولوا يعني نوعا ما سلبي، لانه حتى لو التحضير من الخلف لازم تكون حركيه في الامام، وحنا نشوفوا العكس يعني اللعب المهاجمين في الامام يعني على خط 18 متر ما فيش حركيه، يعني اللاعبين ساكنين وبالتالي تسهل المراقبه تاعهم وبالتالي الخطوره تاعهم تكون محدوده، يعني حتى اللاعبين في الخلف يحضروا يمدوا كرات مليحه، ولكن هذاك السكون تاع المهاجمين يقتل الهجمه وما يخليش يعني عندها حتى خطوره. هنا المفروض اللاعبين الاماميين المهاجمين تاع وفاق سطيف تكون عندهم حركيه وتغيير المناصب ويعني والدخول والخروج والتقدم للامام الى الخلف، هنا باش يلعب يطلب الكره فعلا، وهذا هو اللي خلى يعني تقريبا نفس السيناريو يتكرر، يعني تحضير من الخلف كره طويله يفوزوا بها للمدافعين تاع شبيبه القبائل. ياسين يبدو لي اول تغيير سيدخل اللاعب زعبيه المهاجم مكان بزيوان، يقول إذن راح يدخل زابية مكان بزيوان، أول تغيير بالنسبة لشبيبة القبائل. وهذا اللاعب زعبية يعني مستقدم في الميركاتو يعني وسجل هدف واحد، وحنا نشوفوا يعني اختيار المدرب اي جودي انه فضل يعني يخرج بزيون ويزيد يمد يعني ثقه اخرى للاعب الشاب عيبود ويزيد يخلي له الفرصه باش يزيد يلعب اكثر وقت ممكن. يبقى الوفاق ينتظر في استغلال الكرات الثابته على وعسى. العقبي أمام الكرة ودخول زابية في هذه الأثناء من مواليد 83. قوة كالعادة من العقبي ودمه يبقى وحده في الدفاع. وتبقى زياسكا، هي زياسكا صاحبة الألقاب، ومازر هنا خطأ كبير وكاد الوفاق أن يفعلها. شوف فرصة سانحة للتسجيل. هنا المدافعين تاع شبيبة القبائل ارتكبوا خطأ يعني اعتمدوا على مصيدة التسلل، ولكن للأسف ما كانش تنسيق بين كل المدافعين. مع ذلك لم تستغل هذه الفرصة. لم تستغل، والحارس يعني كانت عنده الجرأة أنه تقدم يعني حوالي 18 متر ولعب الكرة يعني كلاعب يعني كمدافع. تبقى الشبيبة الأولى طبعا من حيث التتويج الألقاب 14 بطولة 7 ألقاب إفريقية كاملة، فريق كبير فريق جياسكا شبيبة القبائل. هنا هو عهد جامبو جات، الانطلاقة من إيبوسي، إيبوسي يتمكن من المراوغة. شوف يطلب الكرة هذا اللاعب البديل وتوصله. مازال تيايبا خروج الحارس هنايا، كرة لم تستغل
كما ينبغي. زرارة، غورمي، غورمي والعقبي، العقبي يغير تماما. زيتي، زيتي يتوغل، زيتي بقوة، والقائم، القائم ينقذ شبيبة القبائل بعد هذه القنبلة، بعد هذه البوكرية. شوف رقب الكرة بالصدر ثم يطلق صاروخ. هنا بوكريا، بوكريا يعني زيتي هو اللي كان قدم، زيتي قدم وبوكريا يعني ما عملش كونترول مليح، يعني الكره مشات له، عدم المراقبه الجيده للكره ويضيع فرصه على الانفاق. وهنا نشوفوا يعني الخطا يعني جاء من عند مدافع تاع شبيبه القبائل، ما كانش عنده قراءه جيده للكره الطويله، وهذوما يعني الفرص اللي يقدر يلعب عليهم وفاق سطيف يعني لحد الان بالاسلوب هذا، انه يلعب على اخطاء المدافعين اللي يقدر يعني يجيب منهم خطوره ويقدر يعدل النتيجه. اي بوسي، اي بوسي، والانطلاقة من البديل زعبية. كرة خرجت قبل الملعب، خرجت كرة بوكريا، ثم العروسي، العروسي تبادل كروي على مستوى المنطقة الخلفية لوفاق سطيف مع زيرارا، زيرارا وعملية الوانتو في وسط الميدان. كرة بعيدة من هناك على اليمين، زرارة، زرارة والبحث عن الحلول، تمريرات موفقة لحد الساعة. غورمي يستفيد من تماس بوكريا بسرعة إلى العقبي، عقبي والمخالفة، كرة ثابتة أخرى لمصلحة الوفاق مع احتجاج لرياح. يقول بشاري محمد توضع الكرة هنا في موقع ارتكاب الخطأ مازري، فرصة سانحة للتألق لمازري في غياب الحارس الأساسي. عسلة ستكون مقوسة من العقبي، هل سيحسن التسديد أو التصرف العقبي باليمنى؟ والحارس مازري كانت مقوسة كما ينبغي، حارس مازري يتمكن من تغيير الثالث. عبد العزيز واخر ورقة لخير الدين ماضوي، مادوني سيدخل مكان بالعميري، لأن المهاجم اخر بالعميري ومادوني، يمكن تيايبا لم يقدم الكثير، قلب هجوم فعلا يعني. ممكن لانه هنا المدرب مضوي يعني دار تغييرات على حساب اسلوب اللعب، يعني اسلوب اللعب تاع الوفاق الصيفي يلعب على الكرات الطويله والكرات العاليه، ويحتاج لاعبين اللي تكون عندهم بنيه وصراعات ثنائيه يعني يكونوا قوية، منهم تيايبا ومادوني. بالعميري اللي يلعب يعني الكره في الرجل ويلعب في المساحات الصغيره، يعني الاسلوب هذا ما ساعدوش، وبالتالي نقدروا نقولوا التغيير يعني جاء مقارنه باللعب اللي قاعد الاولى بالاسلوب اللي قاعد ينتهجوا اللاعبين تاع الوفاق الصيفي. 55 لمصلحة شبيبة القبائل، شبيبة القبائل المتفوقة في النتيجة وفي الأداء، من أحسن المقابلات اللي أدتهم شبيبة القبائل هذا الموسم، حتى تسير يعني تاع المقابلة والطامحة أيضا في لعب كل اوراقها في الكأس الجمهورية. هذه الشماريخ حبذا لو يتفاداها الانصار، هذه ممكن يعني تكلف عقوبة، يعني عقوبة للفريق، عقوبات مالية تسلط على الفريق استعمال الشماريخ، يعني فيه اساليب كثيره للفرحه، ليس بالضروره استعمال شماريخ. العروسي،
نالو يعني يتكرر يعني تكرر مرة أخرى ممكن يعني يتعرض ل بالفعل. شوف كيف يدير الامبراطور مع اللاعب رماش يعني وكانوا اللاعب يعني بأريحية كبيرة يدير اللقاء سيد بشرف يذكرني بحكم أيضا نفس الأسلوب اللي هو حنصال محمد واحد اللي مثلنا طبعا في كأس العالم واحد من أبرز ما أنجبت الكرة الجزائرية وتحكيم الجزائري سيد حنصال محمد تحية تقدير. بعيدا وإلى لنا الرحل وقديريا الوقت يمر 73 دقيقة ماذا يستنفذ كل ما لديه من بدلاء. العروسي العروسي ضغط على حامل الكرة حتى في منطقة الوفاق العقبي من هناك من الناحية اليمنى تيايبا التغيير غورمي يصبح الآن على الناحية اليمنى غورمي العروسي فيه مراقبة لسيقة فيه مراقبة لسيقة موقع جيد بالنسبة لشبيبة القبائل ضغط على حمل الكرة. شوف حتى يعني نشوفوا الأداء البدني ولا الجهد البدني المقدم من خلال الفريقين يعني نشوفوا يعني من جانب الشبيبة يعني مستوى احسن مقارنه باللاعبين تاع الوفاق وبالتالي نشوفوا اللاعبين تاع الشبيبه يعني في كل وقت يقدروا يجريوا في كل وقت يقدروا يعملوا ضغط يعملوا رقابه يعاودوا يرجعوا يتموقعوا مقارنه باللاعبين تاع وفاق سطيف اللي فيه بطء في اللعب فيه حتى التحرك يعني تاع اللاعبين تاع وفاق سطيف ما فيهش يعني ايقاع خاصه بالنسبه للاعبين الاماميين اللي قاعدين يلعبوا في المنطقه الهجوميه للوفاق سطيف. انصار شبيبة القبائل رغم برود الطقس موجودين في مدرجة ملعب الثامن ماي 45 يصنعون الفرجة هاتف النقالة تغيير برماش هذا اللاعب كروف لاعب السابق وقم بمساعدة أي جودي في مهمة تدريب شبيبة القبائل على انطلاقة من لاعب زعبية تمكن باش في المخالفة في مكان جيد أيضا للتسديد فيه مخالفة فعلا الراحل كان قريب من اللقطة مازال سيد بشاري قريب من كل لقطة تنسيق لحد الآن جيد بينه وبين المساعدين تاعو لا ما شفناش يعني لحد الآن يدي كاين تنسيق مليح وما شفناش يعني احتجاج حتى من اللاعبين يعني ما فيش يعني أمور اللي ما تقبلوهاش الطرفين حيط البشري احترام المسافة حدد قانونا و هذه مخالفة ممكن يعني يكون فيها يعني تتلعب يعني على مرتين يعني لأنه نشوفوا ليسلي و ربما الإصابة الثانية بالفعل الإصابة الثانية الهدف القاتل الإصابة الثانية والهدف القاتل بعد هاته المخالفة شبيبة القبائل تتمكن من تسجيل الإصابة الثانية عن طريق رماش بدولي فرحة عارمة بال
رياح هو الذي تمكن من تسجيل. لعب رياح. رياح شوف تصطدم الكرة بالجدار ثم متابعة جيدة لرياح الذي يتمكن وبطريقة بكيفية رائعة من تسجيل الإصابة الثانية. الأداء والنتيجة لمصلحة شبيبة القبائل ولا أروع. الكرة تلمس العارضة بعد يسلي والمخالفة متابعة من رياح الذي يتمكن من إعطاء التفوق آخر لشبيبة القبائل. إصابتين دون رد. الشبيبة بالنتيجة والأداء في هذه المقابلة. سيد أزدينا يجودي قال جئنا إلى الصيف من أجل الظفر بالنقاط الثلاثة وربما سيكون له ذلك. نقول هذا قبل الصافرة النهائية لسيد محمد بشاري لأنه تعودنا على أن كرة القدم لعبة لا تؤتمن فعلا يعني للمقابل صفر. وإن كان شوف فرحة تاع بوسي أمام الكاميرا جهاز التصوير فرحة وصرخة حتى يعني لو المخرج يعاود نشوفوا الهدف مع المخرج نشوفوا يعني باللي كاين تغطيه في المخالفه ماهيش موجوده يعني من اللاعبين تاع وفاق سطيف لانه اللاعبين كانوا اثنين اللي تابعوا الكره يعني اللاعب زعبيه واللاعب بدون مراقبه رياح يعني كانوا الاثنين بدون مراقبه بدون مراقبه تمكنوا يعني باش رياح باش يوضع الكره في قلب الشباك شوف بدون اي مراقبه هنا كانت موقع يعني نفس الشيء بالنسبة للإصابة الأولى لهنا تصعب مهمة وفاق سطيف المنهزم بنتيجة إصابتين دون رد زرارة طويلة من زرارة عشر دقائق وأقل تفصلنا عن نهاية المباراة شبيبة القبائل عرفت كيف تتفاوض في هذه المقابلة وتمكنت من تسجيل إصابتين موقع جيد انتشار ممتاز فوق أرضية الميدان الأمر الذي مكنها من التفوق عودة إلى خذيرية خذيرية والعروسي عروسي وزرارة كرات طويلة زيتي يبذل في مجهود من هناك ناحية القائمة الثاني كما جاءت بوكرية وفي المكان المناسب علي ريال خبرة وتجربة تسمح له باقتناس هذه الكرة والفوز بها حقيقة شبيبة القبائل في تغيير آخر يبدو لياسين أو ماذا هناك ياسين هل ممكن الاقتراب من سيدي جودي سأحاول لعب العزيز لكن تعرف أنه هناك تركيز كبير وعلى دكة الاحتياط بالفعل زرارة يبقى اللعب سلبي بالنسبة لوفاق سطيف كرات هكذا بدون نتيجة يعني اللاعبين تاع شباب القبائل يعني غالقين كل المنافذ يعني والتكتل تاعهم والتفوق العددي في كل المساحات هو اللي صعب المهمة ونظن باللي انه الجانب البدني هو اللي كان يعني عنده الوزن الكبير في الأداء هذا وفي المقابلة ككل خروج مازاري هنا ويتقلص الفارق كمال بعد ما كان بست نقاط لو تبقى النتيجة هكذا على حالها يصبح ثلاث نقاط يعني نقاط يعني تصبح شبيبة القبائل تحت المرتبة الثالثة لوحدها يعني بعد ما تعادل بعد تعادل المسجل ولدية العاصمة مع أمل الأربعاء إيبوسي يحاول يغير تماما شوف في المكان المناسب وبدون مراقبة أريحية كبيرة لدى عناصر شبيبة القبائل حتى أنصار وفاق سطيف
صبحوا ازروا ناصروا في الفريق الضيف. الاعتراف هذا زعبية اعطى اضافه زعبية نشط جدا سريع جدا فعلا عنده امكانيات بدني حتى الموقع تاعه يعني يلعب الكره مليح يعني كرات السريعه الخاطفه ويعني لعب اللي تقدم في جاء في الميركاتو وسجل هدف ممكن يعني مع مرور الوقت يكون عنصر يعني فعال في قوه ضاربه في هجوم شبيبه القبائل. شوف السرعه العوده الى المنطقه نتاعهم مع عناصر شبيبه القبائل فعلا يعني نقولوا شبيبه القبائل صدقاوي وعمل كبير شبيبه القبائل يعني وكانت ممتازه يعني استثمرت في 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 في, في, في قيمه ولا الامكانيات البدنيه ولا التحضير البدني تاع اللاعبين تاع وفاق سطيف من احسن المقابلات اللي ادتهم شبيبه القبائل في هذا الموسم. فراح زراره زراره للخلف ما فيش حلول بوكريا الضغط على حمل الكره حتى في منطقته العروسي العروسي طويله حتى خط الدفاع يعني مادوني يعني. بدون نتيجه خط الدفاع تاع شبيبه القبائل يعني يبقى يلعب ككتله يعني متقدم مع مقارنه مع اللاعبين تاع الوسط يعني ما يرجعش للخلف وبالتالي ما يخليش مساحات لانه المدافعين على بالهم باللي عندهم امكانيات بدنيه احسن من المهاجمين تاع وفاق سطيف وبالتالي يعني المساحات اللي يخلوها في ظهرهم يعني ما تخوفهمش وبالتالي يقدروا يستدركوها وهذا هو الشيء اللي يعني خلى اللاعبين تاع الشبيبه يلعبوا باكثر اريحيه مقارنه باللاعبين تاع وفاق سطيف. وحتى البدلاء ما قدموش الاضافه المنتظره منهم لا قرمي ولا العقبي ولا زعبية زرارة في الوسط كرة بينية لم تصل أيضا كل الكرات للخصم يعني اليوم الوفاق لحد الآن خارج عن الإطار النار هنا ليس للفرحة كما تعودنا تسوية طبعا برود الطقس لكن أمور خطيرة في المدرجات قلت طقس بارد وبارد جدا الأمر اللي خلى هؤلاء الأنصار باش يلجؤون إلى هذه الوسيلة بحثا عن الحرارة والدفء المفقود فوق أرضية الميدان ولدى فريقهم خارج عن الإطار دي وفاق سطيف إيبوسي بوكريا بوكريا العقبي قرمي أمام واحد اثنين ثلاثة قرمي يطلب الكرة يحاول يوزع ما فيش ضغط وريال في المكان المناسب بالعملي وريال بدون خطأ هذا الذي تشاهدون القادم من الباهية وهران كلا بشأنه الكثير عواج كان يلعب إلى جانب بلايلي يوسف البلايلي استقدم لتدعيم صفوف شبيبة القبائل مهاجم آخر وكأني بيعز الدين أي جودي عواش راح يدخل مكان عيبود عيبود إذن في أول مقابلة له قبل البلال حسن عيبود سمير منذ 92 الوفاق لم ينهزم أمام شبيبة القبائل بملعب 8 ماي 45 اليوم تشكيلة جودي فعلتها وتستحق ذلك بالنظر إلى المردود الطيب منذ انطلاقة المباراة
فريق واحد فوق أرضية الميدان. اللهم إذا بعض المحاولات المحتشمة من قبل فريق فقستيف الذي نتمنى تكون لديه صحوة خاصة في قادم الأيام خاصة يعني الهدف الثاني زاد أثر كثير على لاعبين تاع فقستيف. كان قاتل كان قاتل يعني كان قاتل. صعب لهم المهمة ويعني خرجوا بالمقابلة وأصبحوا يعني يسيروا في أقل من ثلاث دقائق دون احتساب الوقت بدل الضايع. التفوق لشبيبة القبائل. شبيبة القبائل تمكنت لحد الآن من تسجيل 27 هدف. كان الوفاق ب 26 هدف. فعلا شبيبة القبائل يعني خط الهجوم تاعها كان عنده 25 هدف اصبح 27 هدف. يعني اذا ما اخذنا في الحسبان الهدفين هدف بوسي وهدف رياح يعني تقريبا اذا فيه تغيير. يدخل عواج. عواج مهاجم وعنده يعني في رصيده هدفين. مكان هذا الشاب الوعد عيبوت سمير تحت تصفيقات الجمهور الحاضر هنا. عواج من مواليد 91 زرارة. طويلة من الزرارة كرة بالعمق وبين أحضان وقفازات الحارس مازاري. ما دوني لم شوف حتى اللاعب ما يتحركش كثير ما يطلبش الكرات في اللاعب ساكن ستاتيك يعني ما خاصة بالنسبة للمهاجمين واللاعبين تاع وسط الهجوم لما يعني هذا هو الحاجة اللي ما تكونش في صالحهم يعني ولا النقطة اللي تحتسب ضدهم يعني ولا تسهل المهمة للمدافعين لما يكون المهاجم يعني في حالة سكون ويلعب يعني بالمشي يعني هذه من النقاط الضعف اللي تعتبر تحتسب على المهاجمين. بالعكس لما يكون المهاجم يعني فيه سرعة وفيه تحرك وفيه يعني ديناميكية مثل ما يقدموا اللاعب إيبوسي ولا اللاعب زعبية هنا تشوف دائما المدافع يعني يتوتر ودائما ممكن يرتكب أخطاء ويستفيد منها المهاجم. كورن ثلاث دقائق وقت بدل ضايع. الوقت الرسمي انتهى. نلعب بالوقت بدل الضايع. العروس زرارة طويلة من زرارة وبدون عنوان. نتمنى ونرجو ونامل ألا يكون هذا السيناريو في المقابلة المقبلة وأعني بها مقابلة كوتونو سبور وويفاكس مقابلة إفريقية. الحيرة تبدو على هذا الذي تشاهدون في وقته كان فنان وكان رائع حتى هو كان صريح ما عرفش الفريق نتاعو اليوم. والبسمة تعلو محيا عميد رؤساء الأندية محمد شريف حناشي الذي أبى أن ينتقل إلى مدينة سطيف ومتابعة المقابلة عن قرب بعدما أن سمح للرؤساء متابعة المقابلات في دكة على دكة الاحتياط. عواج ثلاث نقاط ثمينة وثمينة جدا. إيبوسي يوزع إيبوسي و ركنية علامات الحيرة تبدو على وجوه لاعبي فاق ستيف. إيبوسي يبقى معزول. بوكريا
سرت قوية طويلة قوية فل مازاري سرت قوي يعني بالإضافة للمجهود الفاس الأخيرة للمباراة الثواني الأخيرة للمقابلات وشبيبة القبائل تسير نحو الظفر بالنقاط الثلاثة وكم هي ثمينة وثمينة وثمينة للغاية وتغيير ثالث عبد العزيز تغيير ثالث وربما لا ماروسي ماروسي مكاني بوسي شكرا ياسين ربما صفيرة الحكم تكون قبل دخول ماروسي لم يتبقى الكثير بل فعل يعلن السيد بشاري الذي أدار هذه المقابلة بامتياز يعلن عن نهاية المباراة بتفوق بتقدم فريق شبيبة القبائل الجياسكا تفوز على وفاق ستيف بملعب الثامن ماي 45 بهدفين دون رد الهدف الأول جاء في اللحظات الأولى من المرحلة الأولى عبد العزيز نعم معي عزلين جودي فوز وزنه من ذهب والله العظيم أنا فرحان كثير بهذا الفوز لأن يعني نقول لك ما هوش منتظر حنا كنا ننتظره لأن حيوية كما قلت في الأخير الأسبوع ديناميكية اللي خلقناها باللاعبين هذا الشوبان هذه يعني عطات قوة إضافية للمجموعة باش تحرك أكثر باش تزيد تعمل أكثر أظن تكتيكيا فزنا عليهم في التحكم في المساحات في تحكم الكرة سجلنا في الـ في الـ في الأوقات الحساسة أظن هذا شيء يعني التاريخ كما يقول لك 2009 آخر ما كما يقول لك مباراة اللي خسرتها وفاق سطيف كانت معايا اليوم أنا اليوم كما نقولوا احنا فزت وجبت المفتاح تاعي شكرا بالتوفيق إذن هي مقابلة ثرية تمكن بها عز الدين جودي وكل هؤلاء الذين لو فيها الذين تنقلوا إلى مدينة سطيف قصد وبغية متابعة اللقاء عن قرب ولم يندموا بطبيعة الحال على تنقلهم إلى عاصمة الهضاب العليا وعادوا بالزاد كاملا من مدينة عين الفوارة إلى مدينة تيزي وزو كم هي ثمينة وثمينة جدا النقاط الثلاثة هذه التي ظفر بها عز الدين جودي وشبيبة القبائل التي تسمح له عبد العزيز تفضل ياسين معنا لعب ريال طبعا فوز كبير اليوم على وفاق سطيف واش نقول لك بون الحمد لله نظن كما قلت لك الحاجة الأولى شي نشكر السيبورتور تاع النادي اللي جا معنا نظن بلي اليوم في ان بون ماتش مالغري كما قلت لك لا ديفا تعب جاية هذيك اللي أثرت فينا بزاف بزاف ما من جوال ما من سيبورتور نظن بلي اليوم دخلنا كنا حابين نديروا ان بون ريزلتا الحمد لله ربي وفقنا هنا في بوم ما جاونا دي زوكازي نظن بلي كيما قال لك عرفنا كيف نستغلوا الفرص اللي جاونا مش كيما لي ماتش اللي فاتوا نظن بلي اليوم نميت لي 3 بوان هادو ملعبنا كيما نقولوا قل من سطيف يا خويا صحتنا وان شاء الله نتمنوا لهم في اختفاء مشوار كيما قال لك بون شانس في لي ماتش اللي جاي ان شاء الله شكرا بالتوفيق وتبادل التحيه بين الانصار الاوفياء ولاعبي شبيبة القبائل الذين عادوا كمال بكامل الزاد شبيبة القبائل باختصار فازت في سطيف بالأداء وبالنتيجة فعلا يعني شبيبة القبائل يعني أدت مقابلة في المستوى مقابلة جيدة يعني وكان الحوار مثير حتى القراءة الجيدة يعني تاع المدرب يعني استغل الثغرات اللي كانت عند وفاق سطيف حتى الجانب البدني اللي كان يعني يعمل الفارق في المقابلة هذه يعني بدون ما نقلل من الأداء الجيد تاع اللاعبين تاع شبيبة القبائل حتى كما صرح المدرب أي جودي وقال باللي تكتيكيا كانوا أحسن من وفاق سطيف فعلا قبل يعني المقابلة قال تنقلنا إلى سطيف من أجل الظفر بنقاط ثلاثة وكان له ذلك يعني كانت النية يعني من قبل يعني باش الشبيبة تعمل مقابلة نتيجة إيجابية لأن المقابلة كانت جد مهمة بالنسبة لشبيبة القبائل شفنا يعني السيطرة في وسط الميدان كانت اللاعبين تاع شبيبة القبائل الفرص يعني حتى الأهداف اللي سجلتها شبيبة القبائل كانت في أوقات يعني
قاتلة من وقت المقابلة، وهذا يعني اللي خلى النتيجة يعني آلت إلى هذا النهاية. إذن شبيبة القبائل سيداتي وسادتي تفعلها في مدينة الصيف وبملعب الثامن مع 45. الهدف الأول حمل توقيع وإمضاء اللاعب بوصي الذي أبلى البال الحسن. الهدف الثاني كان من تسجيل رياح. شبيبة القبائل تعود إلى تيزي وزو بكامل الزاد وعلى ماضوي، واللاعبين نتاعو إعادة النظر في أمور كثيرة. إلى هنا إذن سيداتي وسادتي ينتهي لقائي معكم. تقبلوا تحيات محدثكم عبد العزيز زواوي، بتينا كمال المحلل، زميل ياسين بوخناف، المخرج عزيز شلاح، وتحيات أيضا النشيط محمد غدار. نلتقي بألف خير في مناسبات أخرى إن شاء الله.